السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في قناة منوعات ريحانة الجنة. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الفروت سلاد. أي فاكهة عندك بتجيبيها بتقطعيها على بعضها وبتعمليها، بس هنعملها مع بعض خطوة خطوة، وهنبدأ إن شاء الله بالفراولة. ده كيلو فراولة، بضيف عليه كوباية سكر وبقلبهم مع بعض، وبشيلهم في التلاجة يعني يوم كامل. يعني مثلا انا هقطعها دلوقتي الظهر اهو، وهحطها في التلاجة ابيتها واخرجها تاني يوم عشان اكمل تقطيع بقية المكونات عليها. انا كده قلبت السكر على الفراولة، هشيله في التلاجة بقى لتاني يوم ان شاء الله، وبعد كده اخرجه من التلاجة واقطع عليه بقية المكونات. دي الفراولة بتاعتنا بعد ما طلعناها تاني يوم من التلاجة، بقت كده بالشكل ده، نزلت كل المية اللي فيها دي وشربت السكر. انا عملت كده ليه بقى؟ علشان الفراولة بتبقى مززة، فلما ببيتها في التلاجة يوم بتشرب السكر بتاعها وبتطرى، بتبقى يعني طعمها حلو قوي. ودي كوباية عصير برتقال، انا بشوي الكاميرا، دي كوباية عصير برتقال، ممكن تحليها ممكن تسيبها زي ما هي كده من غير تحلية. وده تفاح مقطع، برتقال مقطع، وكيوي مقطع، وده موز مقطع. اي اضافات عندك، عندك اي فاكهة فيها كانتالوب، عندك بطيخ، عندك اي حاجة، يعني مفيش مشكلة. هنبتدي نقلب المكونات كلها على بعضها. كده المكونات بتاعتي بعد ما قلبتها كلها مع بعضها، برضو زي ما قلت، عايزه تضيفي سكر ضيفي، مش عايزه براحتك. احنا في الاول حاطين كوبايه سكر على الفراوله، السكر ده بقى حسب الرغبه يعني. ابتدي بقى اضيف الكاسات بتاعتي. ده الشكل النهائي للحلو بتاعنا النهارده، جربوه، طريقه تعجبكم ان شاء الله وهتلاقوها سهله. انا زينت الوش بكريم شانتيه، ممكن تزينيه بمكسرات او جوز هند او اي اضافات تحبيها. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.